السلام عليكم اعزائي المشاهدين. النهارده معايا افلت بعتلي من شركه اسمها وي لوك. انا فتحت الافل ده واستخدمته كويس علشان اقدر اتكلم عليه. تمام، في البدايه لما بتفتح بيقول لك خلاص ما دام اتفتح ما ينفعش تبيعه علشان ما حدش يكون معاه البيانات السريه الموجوده في الافل ده. اول ما تفتح هتلاقي الغطا ده، هنا بيقول لك عليه 5 سنين ضمان. اوكي، بتجي لك هنا اليوزر جايد والمانيوال بكذا لغة. ده اسم القفل اللي عندي اللي هو Touch EPL41. اللي بيميز القفل ده انه بيستخدم البصمة بتاعت صباعك، وكمان في طرق كتيرة لفتحه زي الموبايل، زي عندك الكروت الذكية الموجودة هنا دي، جاي معاه 3 كروت ذكية تقدر تشتري زيادة لو انت محتاج اكتر من كده. واخر حاجة بتيجي معاه المفاتيح والقفال والمسامير بتاعته المهمة. خليني اكلمكم بقى على القفل. القفل الصراحة البيلد كواليتي بتاعه ممتاز جدا، يعني جميل، ما فيهوش غير الحتة دي بس البلاستيك، تصنيعها حلو مش بطال، قوية. المفكات بقى اللي بتيجي معاه دي مهمة جدا، هي اللي بتخليك تقدر تفتح الغطا ده، تفتحه كده تمام، تفتح هتلاقي عندك المدخل بتاع البطاريات، بتشيل الحتة الرابر دي، هتلاقي المسمار ده هتفكه، وهتلاقي عندك 3 بطاريات، بياخد 3 بطاريات من اللي هي التريبل اي، بتقعد مدة طويلة جدا ما بتخلص بسهولة. لو لاحظتوا مدخل المايكرو يو اس بي ده معمول عشان لو البطاريات دي فضيت فجأة ممكن توصل باور بانك ولا حاجة عشان يجي لك اكسس للقفل نفسه. في كمان هنا عندك برضو هتلاحظ ان هنا في مدخل بتحط فيه دي وتقعد تفك كده علشان لو عايز توسع القفل زيادة او تصغره. القفل ده بيستحمل باب من 55 ملم لحد 105 ملم، ودي طبعا تعتبر معظم سمكات البيبان. بعدين تقفل دي كويس وتقوم قافل الغطا ده وحاطط مسمارك وقافل عليه. نفس الحكاية في الناحية التانية، عندك برضو مسمار، ده برضو بيخليك تتحكم في صغر وكبر القفل، عايز تصغره او تكبره بس من الناحية دي بيمشي اكتر براحته. نشيل بس الحاجات اللازقة عليه دي عشان نستعمل قفل زي ما هو. دلوقتي القفل عادي كده ما بيفتحش مادام دي ما اتحركتش، بس لو دوست كده وحطيت اي بصمة في البداية عادي هيشتغل. اهي دي بدأت تتحرك اهو، كده معناها ان القفل بدأ يشتغل. دلوقتي انا هضيف البصمة بتاعتي، هعلق هنا لمدة 5 ثواني، هيقول لي هنا وهيقول لي بليز اد اوثرايزيشن، بعدين اضيف البصمة الاولى، افك واحط تاني، افك واحط تالت، وكده اضاف اهي اول بصمة. اقدر اضيف اكتر من بصمة، هتدوس تاني لمدة 5 ثواني عشان تدخل على القائمة اللي بعدها. اوكي، هتقعد تكمل في البيانات والاعدادات، هتكمل لاد كارد، هتقول له يس، وهتقول له اعمل سوايب لاول كارت. كده انا ضفت الكارت الاولاني، ممكن يقول لي اد الكارت الثاني، كده ضفت الكارت الثاني او كارت رقم 2، واخر حاجه هاد كارت رقم 3 او كارت رقم 3 انضاف. كده كله اتضاف، اقدر اضيف اكتر من كارت بس كده كله اتضاف وضفت الفينجر برينت. همشيلكوا سريعا كده في الاعدادات علشان نشوف الاعدادات كلها. اد كارد، ديليت كارد، كلير اول كارد، ريموت كنترول، ريموت كنترولر، اللانجويش لو عايز تغيرها، الوقت، البلوتوث عايز تقفله، الصوت عايز تقفله، تعمل ريسيت، الفيرجن عشان تعرفه وتعمل اكزيت وترجع تاني، ادمن فينجر برينت، يوزر فينجر برينت، ديليت فينجر برينت، كلير اور ادمن فينجر برينت. لو هنيجي نجرب بقى عشان نتاكد الفينجر برينت اتضاف ولا لا، هدوس هنا وهحط الفينجر برينت اللي اتضاف، اهو فتح معايا القفل بدا يلف. اوكي، هستنى عليه شويه عقبال ما يفك، بيقعد بتاع كام ثانيه كده بعدين بيفك لوحده، اهو فك لوحده ما بقاش يلف. هجرب مثلا ادوس فينجر برينت تاني، قال لي هو ما يعرفهاش ما عرفهاش ما عرفهاش ما عرفهاش، بس لو جيت حطيت الكارت فتح اهو بدا يلف عادي خالص. الطريقه يعني لو هتستعمله زي كده زي ما هو سهله جدا. ودلوقتي هخش بقى على الميزه الجديده الموجوده فيه. هتلاقي هنا على الكرتونه بيقول لك اعمل سكان للكود ده، هتعمل سكان هيدخلك على
رابط. الرابط ده هيوريك شوف انت موبايلك ايه، اندرويد اي او اس، ولا عايز برنامج الوي لوك لايت. انا شايف الوي لوك لايت احسن بكتير، فهتختار الاي او اس وهتقول له داونلود. انا طبعا منزله، فهقول له اوبن. هتعمل اكاونت عادي زي كأنك بتعمل اكاونت على الفيسبوك، ما فيهاش اي صعوبة. انا طبعا ضايف الافل هنا عندي، ولكن هوريكم ازاي بتضيفه. هيقول لك اعمل سكان للكود اللي تحت، هتقول له اوكي وهتعمل سكان للكود. هيقول لك حط لي الاي دي الموجود هنا، هتكتب الاي دي ايا كان بقى هو ايه، مش عارف كذا 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 كذا، وهتقول له تاب بايند لوك، والقفل هتلاقيه اتضاف عندك هنا في الليستة او باين عندي. هتلاقي برضو باين لك البطارية بتاعته باقي فيها قد ايه. تقدر تبدل بين القفل اللي عندك. انا عندي قفل تاني من برضو شركة ويلوك شغال تمام، ولكن بباسورد مش بفينجر برينت. فينجر برينت هيبقى اسهل بكتير. نرجع تاني للمين دور اللي هو القفل ده. هوريكم انت ممكن تستخدم موبايل في الفك، هو بيشبك بالبلوتوث، هتقول له فك، استنى عليه شوية اهو فك، اهو فك عادي خالص. وتقدر تضيف اشخاص كتير يقدروا يفتحوا الباب، لو عندك مثلا عايز تخليه باب شقة او باب اوضة ايا كان. اد اوثرايزيشن، وهتضيف هنا رقم تليفونه اللي هو عمل بيه الحساب او رقم ايميل، وتكتبه هنا مش عارف كذا كذا @gmail.com، معرفش ايه، عايز تكتب اسم الشخص ايه هنا، تكتب اسمه والتوقيت اللي انت عايز تخليه قادر يفتح الباب فيه. ممكن تحدد يوم واحد، ممكن تقول له سنة كاملة بس يفتح البيت، مش مثلا دايما، ممكن تقول له اكتر، ممكن تحدد لحد تقريبا حوالي 5 سنين ماكسيمم او 10 سنين. ففي الفترة دي يقدر يفتح عادي بدون اي مشاكل. من قائمة الهيستوري دي بيوريك الاوقات اللي اتفتح فيها الباب، كم مرة استخدم البصمة، كم مرة استخدم الموبايل في الفتح، كم مرة استخدم الكارت. authorization list ده بيوريك لستة الناس المضافين عندك. لوك بين ده لو عايز تعمل edit لبصمة الادمن، طبعا انا مش عايز اعملها دلوقتي. ممكن تعمل sync time عشان تتأكد ان الوقت بتاع الموبايل ماشي بالضبط مع وقت القفل. ممكن تعمل reset للديفولت، ممكن تنقل القفل لشخص تاني بإيميله، يعني تحط إيميله اللي هو مسجل بيه أو رقم تليفونه، ويبقى القفل ده خلاص يتنقل كل حاجة وكل البيانات ليه، ما تبقاش أنت الأدمن خلاص. ممكن تعمل أبجريد للفريموير، لو نزل مثلا أبديت جديد بيسهل الفتح والقفل والكلام ده، بيقول لك هنا آخر فيرجن دلوقتي 4.2. لو لاحظت جاي هنا زي إبرة كده، الإبرة دي بتحطها في الفتحة اللي هنا علشان لو عايز تغير اللغة مثلا على طول، إنجليش داتش او صيني تقريبا، ترجع تاني الانجليش. دلوقتي هوريكو القفل على باب علشان تشوفه عامل ازاي على طول. زي ما انتم شايفين تركيبه سهل جدا، كل اللي عليك بتفك المسامير زي ما وريتكو وبتركبه عادي زي اي قفل. احنا حطينا بقى كل الكروت، هنجربها دلوقتي اهو بيفتح تمام، مفيش اي مشاكل فيها. برضو هنجرب معاكو البصمة، بقيت البصمة شغالة زي الفل، كله شغال. لو جينا نجرب مثلا نوع بصمة تاني هتلاقيه ما قدرش يفتح. وطبعا تقدر تستخدم موبايلك في الفتح والقفل. وبس كده يا جماعة، ده قفل وي لوك. سريعا كده حبيت اوريكم القفل ده لذيذ، هحط لكم الروابط كلها بتاعت الشراء واسعار وكل حاجة تحت الفيديو ده. هو عامة بحوالي 180 يورو بس، احسن خش على الروابط اللي تحت لان بينزل عليه خصومات كتير. خش وشوف سعره النهاردة هيبقى بكام، ممكن ينزل عليه خصم من 20-10-30%، شوف انت على طول من الروابط اللي تحت. وبس كده، دي نظرة سريعة عن القفل بتاع وي لوك، واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، لو ما عجبكمش دوس على زر الديسلايك مرتين، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.